السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور محمد فاتح حرب. اليوم رح نحكي عن كثير من الناس عم تجينا الحقيقة تراجعنا بالفترة الفترات هاي هذه الأيام اللي هي الناس اللي خايفة من الكورونا، من فيروس الكورونا، رغم أنه طبعاً هلا أول معلومات اللي عم تجيكم من وسائل التواصل الاجتماعي مع وفيات وعدد الإصابات، ويومياً نفتح جوجل وباقي الفيسبوك وتويتر ونشوف عدد الإصابات والوفيات وإلى آخره، فبنبحث عن الأعراض عن الأسباب وعن الأعراض. فكتير من الناس عم تشوف أن الأعراض هي اللي عم نذكرها اللي ذكروها كتير من الأطباء، اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة عالية جدا، التهابات بالشعب الهوائية وخاصة الشعب الهوائية السفلية مع سعال جاف وضيق التنفس. فأي واحد بيصير عنده شوية خوف، بيصير عنده ضيق تنفس، يا دكتور معي كورونا. أي واحد بيصير عنده فلو عادي، ارتفاع الحرارة 37-37.5، يا دكتور معي كورونا، وأشعة صدر وإلى آخره. طبعا هلأ يعني دوما لما أنا بقول أنه نوصل لك المعلومة الصح هو اللي حيساعدك. يا جماعة، فيروس كورونا علاجه الوحيد هو البقاء في المنزل، هو البقاء في المنزل، لأنه عدم انتشار الفيروس هو العلاج، هو العلاج الحقيقي. فأما الفيروس بحد ذاته، يعني ذكرنا هالمعلومة أكثر من مرة، وشوفوا يعني كل المقالات تصل بالواتساب وكذا، يعني بكل بساطة بكل بساطة هو فيروس زي أنواع الفيروسات الأخرى، بس هو طبعا سموه مستجد لأنه مطور نفسه. ولكن الفيروس 80% من الناس اللي بتنصاب بالفيروس ممكن ما تحس فيه حتى، يعني أعراض عادية. فبعض الناس بيقول لك ايه عندك انت فيروس نتيجة التحليل، بس عود في البيت لأنه ما عندك شيء، ما عندك أعراض، والجسم في عنا خلايا بيضاء خاصة خلايا البيتا سيلز ممكن تفرز أجسام مناعية تقضي على الفيروس. فهو بيعتمد على مناعتنا مثل أي فلو تاني بيعتمد على مناعتنا، فما في داعي لهالمرحلة الناس كلها يوميا الرعب والخوف وفيروس وأجاني الفيروس والتهاب الفيروس وبدي أموت نتيجة الفيروس. طلعوا منها، يعني ما في داعي لهالخوف كله. حتى الناس اللي عم تصاب بالفيروس، حتى الناس اللي عم تصاب بالفيروس يعني ناس مثل ما قلنا نسبة الشفاء عندهم 80% عالية. هلا ما عم نحكي 20% وفيات، لا، ال 20% ممكن تكون 15% منهم، 15-16% منهم ممكن يكون عندهم مناعتهم ضعيفة فتظهر عندهم الأعراض أكثر من غيرهم، ويحتاجوا أنه يناموا في المستشفى وينعطوا العلاجات اللي مذكورة حاليا. أما شو رأيك يا دكتور بالعلاجات اللي عم تطلع جديد كذا، هذا كلياته يعني محاولات طبية لعلاج الفيروس وإن شاء الله تخفيف نسبة الوفيات منه. فبنرجع لموضوعنا أنه 80% من الناس اللي بتنصاب بالفيروس أجسامهم المناعية، مضاداتنا المناعية، مناعتنا الطبيعية كلياتها هذه ممكن تسيطر على الفيروس مثل ما بتسيطر على الفيروسات الأخرى، وبتهاجم الفيروس والجسم بيتخلص منه. فمناعتك عالية، عم تاخد فيتامين سي يوميا، مناسبة انه ناخد فيتامين سي يوميا مثلا جرام فوار او حبوب، ممكن مرة ممكن مرتين في اليوم، مناسبة انه ناكل الخضروات، ناكل المكسرات ما يكون في ملح كتير، وخاصة الناس اللي عندها ضغط، ناخد الأوميغا 3، ناكل الأسماك، ناكل نبتعد شوي عن الكربوهيدرات، الرز والمعكرونة والخبز يعني على فكرة يعني احد الناس اللي بيحكي انه يمكن الايطاليين يعني مناعتهم قليلة لانه بياخدوا كتير معجنات بيتزا ومكرونة وباستا والى اخره. فبالتالي يا شباب ويا صبايا يا ناس يا حبايبنا، انتوا بشكل عام مناعتكم هي جيدة، وانا انصح المدخنين على فكرة بهالفترة هاي انه يوقفوا الدخان او يخففوا الدخان على قد ما بيحسنوا، لانه كمان الدخان بالنسبة للرئتين بينزل نسبة الاكسجين اللي هو الساتوريشن، نسبة اشباع الدم بالاكسجين، فبالتالي لا سمح الله لما يكون في التهاب ممكن يتعرضوا أكثر من غيرهم لمضاعفات الكورونا. فإذا 80% هو عبارة عن شفاء ذاتي طبيعي مقاومة الجسم، وال20% الباقية عنا 15% أو 16% من الناس اللي مقاومتهم قليلة بيناموا بالمستشفيات وبياخذوا علاجات وبيطلعوا من المستشفيات، ونسبة الوفيات 4% فقط
على حين انه سارس اول بعض الفيروسز كانت نفس الوفيات منها 15% و20%. فبالتالي زي ما بنقول انه ليش نسبه الوفيات، يعني تطرح نفسك السؤال ليش نسبه الوفيات في منطقه معينه او في بلد معين اكثر من بلد اخر، لانه ممكن لانه عندهم نسبه المسنين اللي عم بينصابوا اكثر، او عندهم مناعه الجسم اقل لاصابتهم بامراض مزمنه او نتيجه التغذيه الخطا. فلذلك يعني نصيحتي انه هل حطول شوي بالفيديو، معلش عندكم وقت تسمعونا اليوم لانه بعض الناس يا دكتور عم بتطول او عم بتكرر، بس يعني هذه بشكل عام النصائح. وانت موجود في البيت يا اخي امشي كل يوم شوي، في حتى في بيتك يعني امشي شوي، تعلم يعني فرصه بقى انه نرجع نعادت مثل ما بيقولوا انه الارض الام بديت نتيجه انه شافوا تحسن المناخ بعد توقف الطيران وتوقف الانبعاث الغازات السامه، ففي صار تحسن في المناخ وتحسن في الاكسجين بشكل عام. انت كمان عود حاول تستفيد من وقتك، تقرأ، تهدي نفسك، تعمل رياضة، تمشي كل يوم شوي، تهتم بتغذيتك. يعني هاي فرصة الناس كانت تاكل جنك فود وتشتغل وسندويشات وهمبرجر والأكل المعلب، يعني هذه فرصة كمان أنه نرجع نعيد تغذيتنا الطبيعية، التغذية الطبيعية كل شيء فيه طاقة، حتى الخضروات فيها طاقة، نرجع نعمل تغذية طبيعية ونرجع نستفيد من كل العناصر والمواد والمعادن والشوارد الموجودة في الطعام، ونحسن من الدورة الدموية، فبالتالي بتحسن عنا التفكير، وبتحسن التفكير بتحسن دائما السلوك. فمشكل كحة سعلة ناشفة هي عبارة عن كورونا، ولا هو لما بتجيك السعلة أو الكحة فبتقول أنا معي كورونا من نتيجة الأشياء اللي عم تسمعها، فبضيق نفسك عليك فبتقول أه خلاص معي كورونا، وبتروح على المستشفيات وكمامات وبتدخل في المتاهة لا بده يكون في قصة أنه أنت مختلط مع ناس كانت مسافرة إلى مناطق موبوءة. إذا ما كنت مع ناس مختلط مع ناس أو قاعد مع ناس مسافرة للمناطق المعروفة إيطاليا الهند الصين وهان إلى آخره، فأنت يعني هون صار 90% بأمان إن شاء الله، الأمان بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت 90% بأمان، فما كل كحة عندك حساسية، الناس اللي عندهم ربو اللي عندهم حساسية اللي عندهم كذا، بعيد بعيد بعيد، عود في بيتك، اعتزل، عود في بيتك، تجنب الاختلاط المالو داعي. هلأ الحمد لله ما شاء الله يعني السوبر ماركات والصيدليات صار ممكن يأملوا لك احتياجاتك للبيت، وهي فترة يعني هي فترة بسيطة، لأنه علاجه النهائي هو منع انتشاره، علاجه النهائي هو منع انتشاره، والانتشار زي ما قلنا بوجود الناس ومخالطة الناس وواحد عنده الفيروس. على فكرة هو بجوز يكون عنده الفيروس لكن ما عنده الأعراض لأنه مناعته قوية، فبالتالي ممكن ينشره فبالتالي لازم يكون في مسافة بيننا وبين الشخص الآخر إذا اضطرينا أكثر من متر ومتر ونص. وبالتالي كمان بالنسبة لأسطح المكاتب والأسطح المعدنية وإلى آخره دوما ننظفها، ونغسل إيدينا أكثر من مرة في اليوم، ونلبس الكمامات اللي هي هلا بيقولوا 95، بس على غالب الكمامات 95 عم يستخدموها الأطباء، عم نستخدمها الحقيقة في المجمعات الطبية. عم نبذل الحمد لله رب العالمين، وهذا واجبنا، مجهود كبير لنصح الناس، ونقول للناس عدوا في بيوتكم، ولما بيجينا ناس عندها حرارة وكحة وكذا بنعمل لهم أشعة صدر وبنعمل لهم نفحصهم، ونحن في الخط الأول، وإن شاء الله منا خايفين، وإن شاء الله نحن هدفنا أنه ننشر المعلومة الصح، ونخلي الناس ما يخافوا من الأعراض، لأنه دوما اعتمد على تغذيتك واعتمد على مقاومة جسمك. وحتى في بعض الناس تجيني عنده ارتفاع في الحرارة وبنعمل له أشعة صدر ما بيكون في شيء، وبيكون حرارته ممكن يكون شوية التهاب اللوز، أو بعض الناس عندها شوية التهابات في المجاري البولية أو الالتهابات النسائية أو التهابات الأسنان، يعني لسبب الحرارة في كتير أسباب من ارتفاع الحرارة. فما كل مرة بتجيك ارتفاع حرارة أو بيجيك صداع أو بيجيك
رغم الصداع مع احد الاعراض، او تجيك ضيق في التنفس. الاعراض معروفه بالنسبه للكورونا اللي هي التهاب اشعه صدر. يا جماعه لازم يكون في التهاب رئوي باشعه صدر، لازم تكون في حراره عاليه، الام شديده جدا في الجسم، كحة جامدة دراي كف ناشفة متكررة بشكل فظيع. ومع ذلك إذا ما كان في عنا أعراض مستمرة لكذا يوم بعد قصة اختلاطنا بناس مصابين أو ناس جايين من سفر من أماكن فيها إصابة لا نشيل هم. ومع ذلك لما عم نعمل الأشعة، والله لما عم نعمل CBC اللي هو تعداد الدم الكريات البيضاء، لأنه هذه لازم نعمل تحليل الكريات البيضاء في هيك حالات اللي بنشتبه فيها، وأشعة صدر، الحمد لله 95% من الناس الحمد لله رب العالمين ما عندهم شيء، وإنما عندهم خوف أكثر ما يجيهم. فتحرروا شوي من الخوف، أنت قاعد في بيتك، وهلأ صلنا حوالي تقريبا شي 10 أيام قاعدين في الناس قاعدة في بيوتها، نحن منا قاعدين عم نشتغل، الناس قاعدة في بيوتها، الحمد لله ما طلعت عندها أعراض، فاطمن، اتبع تعليمات وزارة الصحة في أي بلد أنت موجود، لأنه هم اللي شايفين الوضع وهن اللي عم بيدرسوا الوضع. وهم شيء، أهم شيء العلاجات، طبعا علاجات موجودة يعني، وقلنا نسبة الوفيات لا تتجاوز 4% إلا الناس اللي عندها إصابات، وهدول قليلين. الناس اللي عندهم ضعف مناعة يا جماعة، اللي عندهم أمراض مزمنة شديدة وضعف مناعة، هدول يعني قليلين وكبار السن، خليني يقعدوا في البيت، بس هدول حتى ينصابوا قليلين، فبالتالي نسبة الوفيات كتير كتير قليلة، ونسبة الشفاء. لذلك نسمع أنه والله عدد الإصابات كذا كذا ألف ونسبة التعافي كذا ألف. ليه؟ لأنه الناس عم بتتعافى، وهذه بتعتمد على المناعة. تغذى بشكل كويس، خذ فيتامين سوبلمنت فيتامين سي، ممكن في بعض الناس تاخذ كو انزيمز، ممكن ناخذ الاوميجا 3، ناكل خضروات، نتنفس بشكل جيد. الحمد لله هلا الجو مطمئن، صار صحي اكثر، وما نخاف، وان شاء الله بنتمنى لكم جميعا الخير والصحه والسلامه والعافيه، واستفيدوا من وقتكم يا جماعه، استفيدوا من وقتكم اللي انتم موجودين فيه. نرجع نعيد مره ثانيه الهدوء والاسترخاء والتامل، ويعني نحاول قدر الامكان انه نرجع نعيد العلاقه الطبيعيه ما بين فكرنا وقلوبنا ودورتنا الدمويه، وان شاء الله تضلوا على جميعا تضلوا على طول بصحه والعافيه. السلام عليكم.